السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بيكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل، هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا وهو فائدة حمض الفوليك للحامل والجنين. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من النساء. نبدأ الفيديو بتاعنا. محتويات الفيديو: فائدة حمض الفوليك للحامل والجنين، الوقاية من مخاطر صحية أخرى، الجرعات الموصى بها للحامل، حالات خاصة تستدعي زيادة الجرعة، مصادر حمض الفوليك للحامل. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله. فائدة حمض الفوليك للحامل والجنين: إن تناول فيتامينات ما قبل الولادة مع الجرعة الموصى بها للطبيب من حمض الفوليك يحمي الطفل من العيوب الخلقية التي قد تصيب دماغه ونخاعه الشوكي، حيث يقلل حمض الفوليك خطر إصابة الطفل بعيوب الأنبوب العصبي والتي قد تتسبب الإصابة بمرض تشقق العمود الفقري وانعدام الدماغ، بالإضافة إلى الوقاية من الولادة المبكرة بنسبة تصل إلى 50%. وبحسب مركز مكافحة الأمراض، فإن من كان لديه تاريخ في الولادة ولادة الطفل يعاني من عيوب الأنبوب العصبي ثم تم علاج المشكلة بإعطاء الأم كميات كافية، فإن ذلك يقلل خطر إصابة الطفل الآخر بنفس المرض بنسبة تصل إلى 70%. الوقاية من مخاطر صحية أخرى: عند تناول حمض الفوليك قبل وخلال الحمل، فإنه يعمل على وقاية الطفل من المخاطر التالية: الشفة الأرنبية، الولادة المبكرة، ولادة الطفل ذو وزن قليل، الإجهاض، نقص نمو الطفل داخل الرحم. إفادة الحامل في الوقاية من خطر الإصابة بما يلي: مضاعفات الحمل، قد أثبت حمض الفوليك قدرته على تقليل خطر الإصابة بالتسمم ما قبل الحمل، وذلك عند تناول مكملاته في الثلث الثاني من الحمل. أمراض القلب، بعض أنواع السرطان، مرض الزهايمر. الجرعات الموصى بها للحامل: تنصح النساء خلال فترة الحمل بتناول ما يقارب 400 ميكروغرام من حمض الفوليك، ويذكر أن أغلب فيتامينات ما قبل الولادة تحتوي على 600 ميكرو جرام من حمض الفوليك. بعض النساء قد لا يلاحظن حملهن إلا بعد 6 أسابيع، وتحدث مشكلة عيوب الأنبوب العصبي خلال الشهر الأول من الحمل. لذا فإن على النساء اللواتي في سن الإنجاب أو من يخططن للحمل تناول الجرعات الموصى بها من حمض الفوليك لتجنب حدوث العيوب الخلقية. حالات خاصة تستدعي زيادة الجرعة: تزداد الجرعة الموصى بها من حمض الفوليك في الحالات التالية: إنجاب طفل كان يعاني من عيوب الأنبوب العصبي، أمراض الكلى أو من في مرحلة غسيل الكلى، الحامل المصاب بفقر الدم المنجلي، الحامل المصاب بأمراض الكبد، الحامل التي تتناول الأدوية لعلاج واحد من الأمراض التالية: الذئبة أو السكر أو الصرع أو الصدفية أو التهاب المفاصل أروماتيدي أو الربو أو الالتهاب الأمعاء، شرب الكحول بكميات كبيرة. مصادر حمض الفوليك: يوجد حمض الفوليك طبيعيا في بعض الأطعمة، إلا أنه قد يكون غير كافي لتلبية الاحتياجات اليومية، لذا فإن الطبيب قد يوصي بتناول مكملات حمض الفوليك. ويوجد حمض الفوليك في كل مما يلي: الأغذية المدعمة بحمض الفوليك كالخبز والطحين والمكرونة والأرز، الأغذية الغنية بحمض الفوليك، قد يتواجد حمض الفوليك بشكل طبيعي في الخضروات الورقية والحمضيات. المكملات، قد تكون هناك صعوبة لدى الأشخاص في تناول المكملات كبيرة الحجم، لذا فإن هناك عدة فيتامينات متعددة تتضمن حمض الفوليك التي تأتي على شكل شوكولاتة أو أقراص صغيرة أو بيضاوية الشكل. العلاقة بين حمض الفوليك والحمل علاقة وطيدة، فالمواظبة على تناول حمض الفوليك قبل الحمل وخلاله ستقي الجنين من العيوب الخلقية التي يمكن أن يكون معرض لها، وخصوصا العيوب المرتبطة بالجهاز العصبي. لذا نحدثك في هذا الفيديو عن كل شيء يخص حمض الفوليك للحامل. ما هو حمض الفوليك؟ حمض الفوليك هو عبارة عن فيتامين ب، ويلعب دورا مهما جدا في إنتاج خلايا الدم الحمراء ونمو المخ والحبل الشوكي للجنين، لذلك فهو يحمي الجنين من العيوب الخلقية المرتبطة بالجهاز العصبي. متى أبدأ بتناول حمض الفوليك في الحمل؟ النسبة الأكبر من العيوب الخلقية تحدث خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الحمل،
إذا فمن المهم جدا تناول حمض الفوليك في بداية الحمل، وهو الوقت الذي ينمو فيه مخ الجنين وحبله الشوكي. لذا إذا اتخذت قرار الحمل فأنصحك بتناول حمض الفوليك على الفور قبل حدوث الحمل. فقد أوضحت الدراسات أن المرأة التي تحافظ على تناول حمض الفوليك يوميا قبل الحمل بعام تجنب نفسها التعرض للولادة المبكرة بنسبة 50% أو أكثر. ويوصى بعض الأطباء بأخذ حمض الفوليك يوميا لمدة شهر قبل الحمل والاستمرار في تناوله حتى نهاية الثلث الأول من الحمل. والبعض الآخر من الأطباء يوصي جميع النساء في سن الإنجاب بتناول حمض الفوليك يوميا بشكل دائم. جرعة حمض الفوليك للحامل: الجرعة الموصى بها لجميع النساء في سن الإنجاب هي 400 ميكرو جرام يوميا. وإذا كنت تتناولين أقراص المالتي فيتامين عليك التأكد أن جرعة حمض الفوليك الموجودة فيها مساوية للجرعة الموصى بها، وإليك جرعة حمض الفوليك التي ينبغي تناولها خلال فترات الحمل المختلفة. قبل حدوث الحمل 400 ميكرو جرام، أول 3 شهور في الحمل 400 ميكرو جرام، من الشهر الرابع إلى الشهر التاسع 600 ميكرو جرام، في أثناء الرضاعة الطبيعية 500 ميكرو جرام. الجرعة الزائدة من حمض الفوليك: في بعض الحالات يصف الطبيب جرعة زائدة من حمض الفوليك يوميا. من هذه الحالات وجود تاريخ مرض لعائلتك في العيوب الخلقية أو خاصة بالجهاز العصبي، تناول أدوية مضادة للصرع، الحمل في توقف. فوائد حمض الفوليك للحامل: حماية الجنين من التشوهات والعيوب الخلقية. فعدم أخذ الجرعة المناسبة من حمض الفوليك في أثناء الحمل يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة للجنين، لأن الأنبوب العصبي نتيجة لذلك يمكن أن لا يتكون بشكل سليم، وينتج عن ذلك ما يسمى عيوب الأنبوب العصبي، ومنها عدم اكتمال نمو الحبل الشوكي أو الفقرات، وكذلك عدم اكتمال نمو جزءا رئيسيا في مخ الجنين. والطفل الذي يعاني من هذه الحالات ربما لا يعيش طويلا، ولكن عند تناول الكمية الموصى بها من حمض الفوليك في أثناء الحمل فأنت تحمين جنينك من العيوب الخلقية للأنبوب العصبي بنسبة لا تقل عن 50%. تناول حمض الفوليك قبل وفي أثناء الحمل يحمي طفلك من عيب خلقي آخر يسمى الشفة المشقوقة، ويحميه أيضا من انخفاض وزنه عند الولادة وفقر نموه داخل الرحم. تناول حمض الفوليك في أثناء الحمل وخصوصا في الثلث الثاني من الحمل يحميك ويقلل من خطر الولادة المبكرة والإجهاض ومضاعفات الحمل الأخرى مثل مرض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطانات والزهايمر. الأطعمة الغنية بحمض الفوليك: أهم مصادر حمض الفوليك في الغذاء الحبوب الكاملة، الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ، البقوليات، المكسرات، البطاطس دون تقشيرها، الفواكه المتنوعة مثل البرتقال. لا غنى عن تناول حمض الفوليك خلال فترة الحمل وما قبلها. وبعد أن تعرفت على أهمية حمض الفوليك للحامل، تحدثي مع طبيبك عند بداية التخطيط للحمل ليصف لك الجرعة المناسبة، وتستعدي بالفحوصات اللازمة التي تساعد جسمك على استقبال الجنين داخله. وكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا قناة منوعات نور. وقبل ما ننهي الحلقة أحب أفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.